الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين هرو قصورنا بدر يسدو إلهي تبارك وتعالى نبي محمد أصحابتي سنصر جي جوش وسيء سدوا كلا وحين قصورنا بدر يوحد دعوين كي وقائق ودي ودحيي وإلا صدق دعائنا قصور شجني لبر دعاء يهود كوساب سنيد ومدي آيات إجلاء بني قينقاع ree bani qaynuqaa oo laga saaray magaaladii madiina ee shirqool iyo kibir iyo had gudub ay la yimaadeen aawadeed iyo burin ay buriyeen heshiisyadii lagu heshiyay si magaalada madiina loo wada degaraado aawadeed iyo dilkii la dilay Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi oo isaguna markaa waxa weeyaan sababtiisu ay ahayd inuu aflagaado ku sameeyay hablaha muuminiinta sidoo kalena u dhaqdhaqaaqay oo u socdaal u galay si ummada muslimiinta loola dagaalamo oo weerar kale oo rogaal celin dib loogu soo qaado waxa kale inuu sheegnay dhacdada saddexaadna quraash bay ku saabsanayd abu sufyaan ibn al-harb oo waqtiga waxa weeyaan marka gaal ahaa markii dambana saxaabi noqday iyo inuu magaalada madiina soo weeraray isagoo isku dayay marka inuu dhaawac gaarsiyo isagara aanay waxba soo gaarin laakiin ilaahay tabaaraka wa ta'aala uu ka dhigay midaan waxba kororsan laba nin oo beerelay la dilay beerahoodina gubay نبي محمد يا أصحابتي سناي ريدين إلا وحي وهنتي وتبا وكعرري إسقوا دونيا إنه نفتي سلبت بذوله إبحية وإبحي وحي إنه هلك كسي ودي دونا أو إنه ما أنت جد جلي دونا غزوة أحد غزوة أحد حقيقة وغزوة وجود دروس تا بدن يا عشر هذا لقى قادنا يا كوتشر أنا أدي أدفر بديهن وأنا غزوة حقيقة كبل على غزوة بدر وغزو مركي أن ديارين أي أفر بلاد كهر أن كقري إلا يدور يلح ذن دعو مركي أن قري أكد ديارين أي إلا دور يلح ذن دعو يا كقري وأنا أذكت هاي دور يلح ذن كار دعو يا شيخنا رحمه الله تعالى سفي الرحمن مبارك الفوري في كتابه الرحيق المختوم إن إنه مركها أي نصوض النقلنا أما إنه مالك ريا شغله إلهي تبارك وتعالى وحن ويدسنا إنه نافض ضيو دروس تكوتشرنا وينفهسيو كوادا مهم كحول شدو دنا وينوافتشيو عشرة تكوتشرا كقادة شدو دنا الله تبارك وتعالى إنه ويلهاميو وحين مركا يسكت يدونا إن اللي بمتجلس أي نكرجنا ولو أي بشي رمضان إن هيسو أو ما أنت أي مريسو وحوي يا مركا لحية طبعا سنة دا أي نمر أي نارا أي تحي سنة دي صدحات دروس دنا وحين نقول تلاقلنا إن نكرنا ما إنه عهد جيم مدني جاها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما حل جيم النبي محمد وسوا جوري مجال هذا المدينة دولة دي إسلامي جاهدنا وأساسي. وقت جالس أهل العلم وكوشا جاني كوبية طبعا صناعي. مركا كوبية طبعا صناعة إنه كمرة ناسنة كيسة دحات. وغزوة واحد واحد عيسى سنة دي صدحات. رمضان نوح إنه كمرة نالحية طبعا. أنت ينوه هذا مركا إكتو وسديت سنة ضاد باي نوه هذا. شن لحية طبعا كواح إنه كجس ورني صدح سنة ضاد. شنيتو أفريقيا تبرع شهر محيط وكجا ورهم يكرين أبا مركا السويدين مدن إلى هاي وحين ويدي سنة ناين ونافض ضيو إنه جو حون كبرنا أي نكجدنا إلا دمات كا نرش النبي محمد عليه الصلاة والسلام يجب الجب هذا هل جن كيد دعوة ذي الدين ذو بلابي إياه أركت ذا أي نأرك دونا مريه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصوص عليه تاسو أي نكجدنا دونا محمد الرسول كا شعلان تأصحابته يهيم الذي نون كروك عدو يا إني نهيك سنو هل كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سردوان الله عليهم أي قارن إني نقارنو فنقول بإذن الله وحين لنا هاي نقول إلهي تبارك وتعالى كالما يسرين دقالك أحد وحاولها دعذو إنكو ريو صباب النقضي إنو دعوة دقالك أحد معركة أحد أولا وقبل كل شيء وحا صبابها عداوة الجامرتاء الله تبارك وتعالى وكل شيء جي وحوي المركب مشتركين عداوة داسي وأن مرنا بالدمين سيد الله تبارك وتعالى قرآن كريس كل شيء قذب كل بعض إيه السبب وها غزوة وحد وحها وحيسو قارئ مشتركين تمالي تي بدر يكرد ما شدي يدكت لي جودريد دي لاد دري لاد دري وحوي المركب دت كودي شرفته بدنا مالك يجاه يهجامين تمركب وصاحب كها taaso sabab u noqotay marka inay calooshoodu waxa weeyaan marka ay gubato arada iyo ciilka ay muslimiinta iyo nabi maxamed ay u qabaana ay waxa weeyaan si korto taaso ay mar walba ku hamiyeen inay helaan inay waxa weeyaan nabi maxamed iyo asxaabtiisa marun ay ka soo argoostaan
dhexdoodana ay dhacdo macrikatun faasilatun dagaal kala saara labadooda oo kii hore waxa weeyaan uu reerka u hadho ilaa hantidii sababta u ahayd inay ghazwatu badr ay dhacdo waxa weeyaan markaa safarkii ganacsiyeed ee Abu Sufyaan uu waday markii uu soo badbaaday magaalada Maka uu yimiday hantidii iyo faa'iidadii laga faa'iiday gabigeedaba loo dhigay la dagaalan kala la dagaalami doono Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) hantidaas soo badbaaday dhamaanteed hoggaamiyashii dagaalkii Badr ka soo badbaaday waxay ku qanciyeen ganacsatadooda inay hantidan oo dhanba ay ku bixiyaan dagaal labaad oo Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) ay ku qaadaan si ay ugu soo argooyaan cid walba cidii ka dhimatay waxa weeyaan markaa ay ugu soo argooyaan qodobkaasi qodob ka mid ah buu ahaa qodob kale oo isaguna soo dadajiyay qaswatu Badrin baa jiray qaswatu Uhudin ayaa jiray qodobkaasi waxa uu ahaa maadaama ay colaad rasmiya oo cidina ar cidda kala kala gabanayni ay ka dhaxayso Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) asxaabtiisa iyo Quraysh iyaguna ay hadh iyo habeenba waxa weeyaan markaa faraska ugu fuushan yihiin sidii ay u dhibaateyn lahaayeen Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) wax arxana uma gelin sida aawadeed baa mar walba wuxuu u taagnaa helidda iyo qabsashada ganacsigooda maadaama iyaguba hantidoodii ay ka soo saareen muhaajiriinta xoolahoodii oo dhanna ay midigta ku hayaan haddana aanay u ogolayn wax nolol ay doonayaan intay dib gaarsiin karayaan ba inay gaarsiiyaan sanadii saddexaad bishii jamaadul aakhir waa bisha lixaade ayaa waxa gaadhay xilligii ay quraayshi ganacsiga u diran jirtay arliga shaam marka sanad walba laba jeer ba waxa weeyaan marka ay ganacsi ay dirataa oo waxa weeyaan marka ay tijaaro u dhaqaaqda sidoo ilaahay ba quraankiisa ku sheegay rihlatan fi shitaa wa rihlatan fi sayf xillina xilliga xagaagay tagtaa xillina xilliga jiilaalka waxa soo dhawaaday marka xilligii ay shaam u safri jirtay safarkaasoo qaabilsan oo la muddo noqoraya safarkii hore Badr uu ka dhacay kii ku xigaya waayo sanadkiiba soo wareegay kadibna arrinkaasi waxay sabab u noqotay marka inay kula wada fadhiya yeeshaan oo isweydiiyaan maadaama ganacsigoodu uu halis ku jiro horena ganacsigoodu uu dirqi ugu soo badbaaday dagaalna uu ka dhacay dariiqa uu maraara ay tahay Nabi Maxamed iyo asxaabtoodu asxaabtiisu halkay dawladda ka aasaaseen halkeeba la marin doona ganacsigoodii ninka la yiraahdo Safwan ibn Umayya oo ahaa markaa ninka ninkii loo xil saaray inuu sanadkan ganacsiga isagu hoggaamiyo oo uu tijaarada kaxeeyo ayaa Quraysh isugu yeeray dadkii madaxweyntooda ahaa iyo waxgaradkooda ahaa kadibna hadalkan ayuu ku yiri waxa ku yiri inna Muhammadan wa sahbahu awwaru alayna matajarana Muhammad iyo asxaabtiisu waxay isbaarooyin dhigteen oo fadhiyaan dariiqii uu marayay waxa weeyaan ganacsigeen fama nadri kayfa nasna'u bi ashabihi garan mayno saynu uga badbaadayna isagii asxaabtiisa wahum laa yabrahuuna as-saahil iyaguna kama dhaqaaqayaan waxa weeyaan markaa dhulka saaxilka ee xeebta iyo wadooyinkeenu meeshay mari jireen kamaba dhaqaaqayaanba wa ahlu saaxili qad waadacahum wa dakhala caamatahum ma'ahu dadkii deegaanada degana ee gaashaanbuurta ay lahayna labay u qaybsameen qaar islaamka qaatay oo isaga la jira iyo qaar heshiisiyo la wada galay oo hadduu halka inagu haysta aanay naga ridayn fama nadri ayna nasluk garan mayna meel aynu marno wa in aqamna fi darina hadhihi akalna ru'usa amwalina falam yakun laha minna baqa hadii aynu san u joogno garacsiga aynu joojinana waxaynu cunaynaa wixii aynu hanti haysanay raasamaalkeenii baynu cunaynaa kadibna hantidu way naga dhamaanaysaa wa inama hayatuna bimakkata ala tijarati ila shami fi sayf wa ila alhabashati fi shita nolosheennuna reer mako waxay ku dhisan tahay ganacsiga aynu shaam u tagayno xilliga waxa weeyaan marka xagaaga wa fil habashati fi shita yaman iyo dhulka xabashida iyo afrikana ganacsiga aynu tagayno xilliga qabowga ee baltaliya dhibkaas ayna haysteen kadibna nin iyaga ka mid ahaa oo loodan jiray aswad ibn abdul muttalib ayaa waxa uu sheegay dariiq aad uga fog magaalada madiina laakiinse marka xagga jihaha ahaan la eego magaalada madiinun baa la maraya laakiinse deganaantii magaalada madiina iyo wadooyinkii la yaqaanay midaan ahayn ayuu u sheegay oo waxaa la marayaa badda xeeligeeda ayaa la marayaa magaalada madiinana in badan baa laga fogaanayaa kadibna xaggaasaa lagaga soo wareegayaa waxa weeyaan dhulkii shaam waxaan u raaciyay nin waxa weeyaan markaa khabiiro wadada yaqaana oo Furaat ibn Xayaan la yiraahdo oo ka tirsan qabiilada la yiraahdo min Bakar ibn Wa'il ninkaana ka haysa buu ku yiri isaga dariiqa ku tusaya wadadaana mar wadadaas aynu ka badbaadeynaa
لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسا الله وطو وحو البوي هليا حكتي يضا دولي سيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي تكتي والنبي محمد أي تكتي سببت أي تكتي محايا هيد سببت أي تكتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أقار دي سرطاسي وحيا هيد يضا قرصوني نكالا يرى صليط ابن النعمان أيو إسلامي إسلام نمدي سنة لما أقين كدبنا قوب خمرقا يكو عبي ترين وانتي آن خمرقا لحاران تنميني أيو يمدي كدبنا نكالا الله يرى هذا نعيم أيا لفردي ماركي خمرقي لعبي لوذي لوذي أيا نكي نعيمها ماركو خمرقي كدرقي أيو سكا ورمي نكا نو ورمي نكا نو مسلم لكن مو أقا كدبنا وحوشا يكي سفركا قرع سيادات دريق مريو هنتيدو سيدو عيدك إلالنا يا حكتي يوردما يسترين بوليبي انتا مركو صحابيكي مقلي ايا وحاويان او دقاتي يسوغو ارضي كدبنا نبي محمد بو عليه الصلاة والسلام وربحنتي قعانتا كسو صار نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي حكتي يسوغا شي عدو جيسي منحان كاها وفرصتكو هلاي فرصت يسكمو ضيع النبي عليه الصلاة والسلام وحاو دياري النبي عليه الصلاة والسلام حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارث الكلبي وحاو دياري ويرر عيدان او تردس تهيل لبقل اونن او هوغاني صحابي لورن جري زيد بن حارثة حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم او اكي وحويان النبي عليه الصلاه والسلام او جعل صحابي واو دقاقي وحا او سكديسا كو قبت ايغو ان اسوغينو سي موغرانا iyagoo meel biya ah wax weeyaan marka xoolahoodi ka waraabinaya oo isba mooganba kadibna Safwan iyo cidii la socotay fursad uma helin ama wada kale u banaaneed may jirin ilaa inay qararaan mooyaane kadibna way baxsadeen ninkii khabiirka ahaa wadayaqaanka ahaa furaad looray jiray ba gacanta lagu soo dhigay isaga Nabiyullaahi Muhammad ba alayhi salaatu wa salaam loo keenay Nabiyullaahi Muhammad daacwadii buu gaarsiiyay diintii buu sharaxay ninkii isagu halkii buu ku islaabay باللسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب كي نبي محمد هذا الكيسي أي يسوي الدين تكو قاطي هنتدي بالله سوق قاطي هنتدي سوحي والدول فربضن وفي الضوء بضن قيمها هنتدي سوحي بقول كن الدينار بهد نبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تسي دجال ككوب حذية هنتدي سوق قاطي إلا بدأ بقول عيدا كاهيد أي ود قيبي مركو كسارة محي خمس كي مركو كسارة وأنا الله سبحانه oo istilahaadka iyo ereyada aad ka baraysaa sirada ayay ka mid tahay in aad haddii kadib la socotaan oo aad waxyaabaha qaar kooda lagu sheegay inaad si fahmi karto nabigu khumuski markuu ka saaray asxaabtiisa baa uu qaybiyay sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fasarat hadhihi ma'satun shadidatun wa nakbatun kabiratun asabat quraishan ba'da badr kadibna waxay noqotay dhaawac dhaqaale oo dhabar jab ku noqday oo waxa weeyaan dhigiisu u goboleeyahay laga yimaado maalinkii Badr waxa weeye Badr lagu laayay Quraysh dagaalkaasi waxa uu noqday ama waxay noqotay qabsashada la soo qabsaday hantidoodaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee soo dajiyay Ghazwatu Uhud markii arrinkaasi dhacay Quraysh laba dariiq mid ahaan baa u banaanaaday waa marka koobada horta waxa yaqiinsadeen wada ay ku badbaadayaan in aanay jirin oo nabi maxamed iyo asxaabtiisa iyo ganacsigoodu mar walba inay suran yihiin nabi maxamed dhaqdhaqaaqooda oo kasta inuu la socdo meel ay ka galayaan inaanay jirin kadibna laba wado mid ahaan baa u banaanaaday inay is dhiibaan koow oo nabi maxamed heshiis la saxiixdan hantida ay muhaajiriinta magaalada Makka kaga hareena ay dhamaantood soo wada diraan muslimiinta ay Makka ku cadaabayaan ciqaabka ay ka joojiyaan ki doonaya hawtaga nabi maxamed ay fasaxaan كي كلا أي فرحة كقاضان عدة ربطة إسلام نمو عصبنا أي فرحة كقاضان عنا قبطين تحجيد أي سميين أي تشوشيارو عدة دونتا أي رير مديراه إن حج كتمادو عمرضة تمادو إن أيوه قلادان ودواتا نبي محمد هشيس بيلا صحيحان أيان قضب بداسا إياق لغا ربا وميسك ساران إياقنا مركا وحيو هليان قرع سيقو دي أمانو هليان نفهودنا أمان بيو هليان لكن أولا وإن أيوه أمان كاي بحيان muslimiinta ciqaab ayaa way ka joojiyaan ciqaabka hantiday qabsadeen way inay soo daayaan xajka iyo umrada iyagu iska ma lahayn way inay muslimiinta imanaya ay u fasaxaan intaas oo qodob laga raba iyaguna amniga ay deedeeyaan bay helayaan garacsiga ay rabaan baa u fududaanaya intaas iyagana miiska u taala qodob waa ka qodob kalena waa inay la yimaadaan ciidan awood badan
والنبي محمد يا أصحابتي ساي جنت كجتريان كدي من الطريق هذا أمان كأي حكم بنستان أنتي هرنا عذاب توصي بضيان لا بد على الطريق مدهان وبويال متكلم ويال لكن كبر كذا يسلويني ذا أودد وحي دورة الطريق الله بعده إن النبي محمد يا أصحابتي ساي حكم وقونيان وير لغو كلا بحنا وحويان مركا أي قاضا وحي بلو ذي مركا قريشين أي وحويان مركا أي ديار جرودو هجامياشي ugu badnaa xagga taxamuska iyo nashaadka iyo abaabulka dagaalku waxay ahaayeen Ikrama ibn Abi Jahl oo ah in abi waxa weeyaan Abi Jahl inankiisi laakiin saxaabi qiimo badan noqon doona oo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala u hanuunin doono qisa ajeeb leh oo gaar looga warabo waxa kale oo kamida Safwan ibn Umayya oo kamida ragii garacsiga waday ee laga furtay ee firdhadka ahaay magaalada dib u soo galay waa garacsigii maga Zayd ibn Haritha oo gacanta ku soo dhigay iyo Abu Sufyan ibn Harb oo ah hogamiyihi waxa weeyaan ghazwatu sawiq hantida faraha badan leh waxa weeyaan marka ka soo qararay ya abdullah ibn abi rabi'a intaas waxaan inta ugu abaabulka badan leh dagaalka waxay bilaabeen talaabada koobaad ay qaadeen waxay ahayd xoolihi badar soo badbaaday ee safarkii abu sufyaan waday faa'idadii laga helayo dhama faa'idadii laga helayo dhan iyo hantidii oo dhanba inay ragii maal qabeenada ha ku yiraahdeen iska daaya dagaal baynu ku galeena aynu dariiqeena ku banaysano khudada labaad ee qaadeena waxay noqotay in nimankii abwaanada haya aftahanadii ay isugu yeeraan kadibna dadka gabay iyo af waxa weeyaan marka ay ku dagaal galiyaan ragga waxa kamid aha nin loo oran jiray aba izza ash-sha'ir aba izza loo oran jiray ninka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku qabtay ghazwatu badr buu ku qabtay markuu ghazwatu badr gacanta ku dhigay أو محابستي كمد نقضي أي النبي عليه الصلاة والسلام وبري وحكور رسول كلاهي أما محمد أبو يسقلي وهاي رسول ما هو ما يقين سنة محمد وهاب لف رب ضم بالي وأولاد بالي هاب لها مدحوذ يقصيدة سينو شجنين إن محمد عليه الصلاة والسلام هوان كي يهاب له أكتي سوي كوينين ولو كفارته هاي لهذا الإسلام كدمر كي يسانه كذب النبي عليه الصلاة والسلام مركو كم مقلين كا على علك يتواوع كص ليسن هاب لا يقدم بيا وفصحي لكن شرط بكسر حري إن أنا النبي محمد عدل الدجال الله مسأنا ولسه الدجال قال لكن كروان نجبا يا يو أفتهنا وان ضد مركو دورك عن كرا وان الدجالنا أبابول كرا كمان مرمان قريشات وحان ربان دجال وين نجلال صفوان ابن أمية أي أوتري إنك أبا عزل ورنشري كده من وحكور الدجال كنا لقلو ضد كأبابول كعي oo tiri gabayo oo xasuusi dadkan kuwi lagaga dilay waxa weeyaan dadkan dadkii lagaga dilay qaswatu badrin dadka kale xasuus kadibna wuxuu ku war waal la soo daayo dir qibaal la igu soo daayay iga daabad hay gelin oo dagaal kale hay gelin kadibna wuxuu u balan qaaday haduu dagaalka ka soo noqdo inuu hanti badan siin doono cidna aan u baahan doorin haduu dhintana inuu hablihiisa waxa weeyaan kafaala qaadi doono isagu mas'uul ka noqon doono kadibna ninka waa la lugooyay waxa uu bilaabay inuu gabayo tiriyo dadka abaabulo oo uu dagaal galiyo dadkii ka dhintay dadka waxa weeyaan reer makkana uu xasuusiyo si xamaaskooda iyo rabitaankooda dagaal uu waxa weeyaan kor u noqdo waxa karo ay soo kareysteen nin loo oran jiray Musaafih ibn Abd Manaf al-Jumahi isaguna nin khadiibo oo gabayaayo buu aha talaabooyinka kale waxa weeyaan marka ay qaadeen waxay ahayd inay fureen baabu tadawuc waxa la yiraahdo in ummada loo baaqo oo loo yeero oo la yiraahdo qof kasto ka qayb galaya dagaalka nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ee asxaabti salaala dagaalamayo way u furantay soo dhawaada sanadkii markuu dhamaaday sanadii saddexaad waxay quraayshi ay kulmisay isku keentay ciidan tiradiisu ay gaaraysa 3000 oo dagaaliyahan oo ka kooban quraaysh iyo waxa la wixii gaashaan buur ahaa ee axbaashta iyo reerti haama qaar loo oran jiray oo dhana ayaa isku wada keenay ciidanka waxay soo raaciyeen dumarkoodii bay soo raaciyeen iyadoo yoolka ay kala hayaan dumarka ay soo raacinayaan ay tahay koow inay dhirigelin u noqdaan oo ay halkan ka abaabulaan oo deenin naagi wado iyo awr awr wada midna kaama baydho yoolka ay ugu tala galeen waxay ahayd inay ragga dhirigeliyaan qodobka labaadna waxay ahayd deenin dumarkiisi ka dambeeyaan oo daba fadhiyaan de meel uu cararaa ma jirto cawradiisi baa la qabsanayay inuu dagaal ay nafka baxa waxa weeyaan marka muslimiinta uu la galo labada qodob bay waxa weeyaan dumar kana ay kala haayeen aan ciidanka hubka uu watay
waxay ilmigu ku qiyaasaan ilaa 3000 oo awr la soo kaxaystay fardahana ilaa 200 oo faras inay wateen hubka diracyada ee seefaha laga xidhaana waxay ahaayeen ilaa 700 oo dirac ayaa waxa weeyaan markaa ay wateen bimaana cidda dhufayska adag ku jirtaa ilaa 700 oo nin bay ahaayeen ciidanka waxa hoggaanka caamka u hayay Abu Sufyaan فرد فولادنا وحا هوغامين اي خالد بن وليد او وقتigaasi waxa weeyaan marka aan muslim ahayn oo mushrika wa sahabi marka dambar noqon doona safety ilaahay galka ka baxsanayd ee uu ku diray gaalada laakiin waqtigan waa mushrik waxa kaloo caawinaya khalid ibn walid xaga fardaha waxa ku caawinaya ikramata ibn abi jahl ba ku caawinaya ciida ka tirada leeg ba la soo diyaariyay waxa lagu socdaa dabar goynta dawladda tawxiidka وحل الله روا إلا الله دجا لما النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحل الدون يا كلمة الله إله إلا الله نلك إلا الله شرو لكن ما أجا أن كلمة الله هي العليا إن إله كلمة دي سو أي سرين دونتو ما أجا وأي سو نقاشين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام استن هرب إيدي كل شيء وحول ها سردون كي أجو أود بدنا أدونك إلا إمي قدانا سردون قاريا مشرو نبي الله محمد أرنكا سردون كاس مركبة ووسو غاري خبر كا عيدا كاكوسو صعدا أو دمسترا سدو كوسو غاري هرا وحندين كوشاغي كي هرا وحوي سفر كي هرا غرا سيغاها إنو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سو غاري خدوين كا سردون لدى عالم كوايا ديك سدان كو وغسر رايرا وحكامدا إن عادة وغاغا إيد كودح شوكتو كاغا صور رانتمر كا وحوي هدبا حالك أي كسوغيهين إي حالة داي وضار وحا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وچوغي مقالة دا مدينة داد فرابدان أو مسلمين وكو ييغو عذاب يان أي ودي ديهين إني نبي محمد التقال عباس بن عبد المطلب ونبي الله محمد أذيركي وحو إشكو هاي أو دقدقا قود الله سعود عيدان كان أباب إس أباب ليا إسلام نمديس لكن وليك هدى لما أغا منو عديسا وحن عديسان دونا غزوة الفتح وسند السديدة إما جرى وحن مرينا سند الصدحات بين مرينا إلى هين جرسيو كدبنا مركو مغلين عيدا كي صار غاقيان أيا نندبال سدا أبو دبال وديبي مكة هي مدينة وحول حيث شم بقول أو كيلومتر جاري هي هليكوبتر هي وحويان مركا ترين البرقس جلبرو تمام مشرو نكاو وحكوري سيدا ودخسها بضل لي وارد نبي محمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وربحين تاعد قارسيسا نكاسيو أرضي إساقو فرس كيسي وطا إلا مش مسافة شنطة بقل إيه كيلومترا ومدى صدح شادة وحويان وكرنا ماستر أو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فرين توقي فرين توحي وطمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومقال هذا مش قبل إيه راتشوغا وأول مسجد أسسا على التقوى ومساجد كالي وجوهر ري يتقول ابو اساسي مجالا وحو كويا لاي مجا ودكا سعودي قال لكا سكويا لا ولكن شيخ محمد احمد يبارك صارك كاميدا انك الى هاي نوار ساق عمرضا يجوبا هاي ندعو ينكو دكاشا كاينو كو تاغا تلاما تلاما ويستاغا الله هاي نجايلو مكيا مدينة حدود جزاك الله خير ها مكيا مدينة حدود يسوغو ولبسي حيغا عفر الكاسان صحيا قبا وحكوتا لا مكيا مدينة دحدودة وحاري وحويا المساج كاس مركا وحيقا حقا وحويا المركا مدينة إساقا قوبات شوغا أيا النبي محمد ورقد الله كار ورقد وحا كدل أخرية صحابي جليل كها أبي بن كعب الورنشري نبي الله محمد مركو وربحنتا عيدا ككسو وجهان ومغلي وحا وكوري عيدا كيسي وربحنتا قرية وراغدنا وحويا قرية دك دك بانو قوبتي وقر دقاقي مقالة ذي مدينة تجي مقالة ذي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب توسوا حي كسر رجال حالة دق دقة حالة دا دق دقة هاي صحابينا إنه سيفتي صدقين نبي محبتنا الله سميع كوح إلى لسا كوح مقالة ذي مدينة دولت كي قد دول وريكتا أو شنقرها يو حالة ذا حسده وحس عدان لا سعتر ولا سميع وعيدا دسن وعيدا أضيارسن وحك استوكو إيمان كرا وانا عيدا قرنا يتلابوين كلا قاضي يا سيدي وكل مهم سيهين markiiba nabi kaleey salaatu wa salaam saddexda qaybood buu qaybi waay wax laga yaaba inuu xiriir ka dhaxeeyo munaafiqiinta iyo yahuuda magaalada degan iyo ciidanka soo socda waxaana macquul in lagu heshiiyo gudaha kaga bilaaba anagu dushaanu kaga qabareyna sida aawadeed baa nabi wuxuu u diyaariyay ciidankii gudaha
نين والبينو هيغا نقضونو سيفتي سردقين نبي الله محمد عيدا إلى ليا اللو سمييي مقالة مدينة دوليت كيدنا وحا اللو سمييي عيدا مو عيدا مدى سو إياقونا كوار هيا حد بمقالة مدينة دوليت كيغا يوحا كسو مقن مركو نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتا طلابوين كان قاضي ايا وحا سمييي كولان كي وينا إيا فردقي وضا تشيغا إلا قاقا تشاني عيدا كان كسو مقن مقالة مدينة مقالة وحا ويان مدينة intaan aanu u tagin fadhiga wada tashiga ciidankii magaalada Madiina Makkah ka soo baxay way soo dhaqaaqeen ilaa ay ku soo dhawaadeen magaalada Madiina waxa ay soo dageen meel buurta wixid wax yar u jirta oo la yiraahdo Cayneyn la yiraahdo waxaanay halkaas soo dageen maalin jimca ayaa ay soo dageen aan yiraahdo habeennimo ay jimco soo galeyso bisha Shawaalna ay tahay marka lix ay tahay sanadii saddexaad ee Hijriyada ayaa halkaas soo dageen نبي الله محمد يا صحابتي سو حيو فرستان كلان كي آن عادي قاهين يا فردي قيل لغا قوة التشنة يي عيدا كان مقالة دا مدينة كسو مقن عيدا كان مسلمين تعلادين يا ربائنو دبر ترو قاب كي لغا قهر تقلها نبي الله محمد يا صحابتي سوى تشدان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحوري إساقو أصحابتي سوى بشارين يو الله أدليا وقاله ودا تشيغا يو قابتي وحويان أفكار تلسكو ودرسنا يا فردية ayaa waxa uu ku yiri ugu xanaar kay riyo inni qad raaytu wallahi khayran ilaahay baan ku dhaartay arin khayr noole baan arkay raaytu baqaran yudbah wa raaytu fi dhubabi sayfi thulman wa raaytu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasinatin waxa uu waxaan arkay arin khayra waxaan arkay in naf loo oo la gowracayo waxa kale oo arkay seeftayda oo uu saaray waxa weeyaan marka duqsi waxa kale oo aan arkay anigoo gacantayda dhex gelinaya meel dhufayso adag wa ta'awwal al-baqara naf ka looday la gowracay waxa uu nabigu ku awilay in asxaabtiisa fudalada ee waaweyn qaar kamid la dili doono seeftiisa waxa weeyaan marka jabku ku imanayna waxa uu ku awilay in waxa weeyaan ahli baytkiisa cid kamid ay dhiman doonto waana sida soo socoto wa xamse diracna iyo goobta dhufayska uu galayna نبي عليه الصلاة والسلام وحو كأولي إن يتهي مقالة المدينة سيدا آودة دقال كان واد دقال علوس واد دقال أصحاب بدنا يكون من دونته واد دقال أهل البيت كي يقار كوت صحيان دونه لكن سي وحن كل رياضة نفس كان دقال كاك قليا إن يتهي مقالة المدينة سيدا آودة هدانا هاي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحا إيمو قطع عدو غا إنان ندبت دو قبحن إن مقالة المدينة قده هدا إنو كل دقال لنه luqluqiyada iyo wadooyinka magaalada Madiina ay kula dagaalamayno haddii ragannahay dumar kuna guriyaha dushooda intay koraan iyo caruurtu xagga dhagaxanta kala dhacaan waa taladii Nabiyullaahi Muhammad Cali Sallallahu Alayhi Wasallam uu soo jeediyay laakiin asxaabta qaar koodo aad u xamaadaysadaysna ghazwatu badrina ka baaqdo aan ka qayb gelin ayaa waxay Nabi Muhammad Cali Sallallahu Alayhi Wasallam ku adkeeyeen inaan cadawgu magaalada soo galine banaanka la iskula baxo oo halka waxa weeyaan markaas ee faah la iskula waxa weeyaan la iskula soo baxo la iskula daalo ra'yiga waxa qabay asxaabta aad ka waaweyn qaar kamida oo uu kamid ahaa Hamza ibn Abdul Muttalib bal Hamza waxa uu isagu hadlaya walladhi anzala alayka alkitaba la at'amu ta'aman hatta ujalidahum bisayfi kharij almadina ilaahay baan ku dhaartay cunno cuni maayo ilaaha waxyiga kugu soo dajiyay baan ku dhaartay nabi maxamed oo weey cunno iga degi mayso cabitaan qaadan maayo ilaa aan cadawga banaanka iska helno oo seefaha aan isla dhacno mooyaan ra'yigaasi waxa dantiisa ka arkay oo waafaqay ninkii muraafaqa ahaa ee loodan jiray Cabdullaahi ibn Ubay ibn Salul arrinkiisu lama u ahayn waafaqu marka ra'yigu isagu waafaqaya waa kee Nabi Maxamed buu waafaqaya ee ahaa in magaalada Madiina bartankeeda lagu dagaalamo dumar kuna ay dusha sare dhagaxaanta iyo wixii awoodaan ay kaga soo tuuraan ra'yiga waxa waafaqay Cabdullaahi ibn Ubay ibn Salul oo muraafaqa galnimana qarsanaya isaga iyo intii la socotay oo maxay u waafaqeen waayo maadaama magaalada gudaheedii laga dagaalamayo inuu difaaca muslimiinta ku jiro iyo inuu ka maqan yahay cid dareemi mayso dabanaanka cid kastaaba way arkaysaa cid dagaalamaysa iyo cid aan dagaalamayn cidda magaaladii Madiina ka soo baxday iyo cidda aan ka soo bixin laakiin magaalada Madiina bartankeeda marka lagu jiro gurigiisu iska joogaya hoosta ka xidhanaya cidina isma ogowday dagaal baa lagu mashquulsan yahay marka yoolku kala ahaa waxay ahayd inuu aayir ka siibtu ka dhunta asxaabta magaalada Madiina cidii isku helaysaana isku hesho isagana aan la tabin
وهذا ده وسكر دعوني دجالة مي هدي لقولا يستو هدي خلنا وابسيد وربي دلقات كذا أصحابته كدبنا نبي الله محمد أصحابتي الرسول ك أصحابتي الرسول كرضوان الله عليه ما دل يرتها إذا قعد كيساء ودد نبي وعليه الصلاة والسلام الرأي جسي ووكتنا السلي والنبي دبع سن عليه الصلاة والسلام أو إلهي الرحمة وصدري أو إلهي ولو كنت فضا غليظ القلب لفضوا من حولك هذا مت أذك توقف لفسن أو ديكتاتورية أو جوان كجارا أن كبر نقرين أو تيدا مت لقوم الله معنا يا أورانيا تويك هيا على هاي إمبا لكن فبما رحمة من الله لنت لهم نحريس ربك كوجري أياد جود بعدي فشاورهم وأهل كذن بواكيل تشن لا تشو وكالة تشتري النبي عليه الصلاة والسلام بل التناسلات هذه قاطي أتو أركي كبت تناسل النبي عليه الصلاة والسلام كذب النبي عليه الصلاة والسلام جرج سيبو كن نقضي وحراء أبو بكر يا عمر وحيو جري لا بدرع كوفي دي برتهايد ما حيو سو جريين إلا النبي عليه الصلاة والسلام وصباح مالنتي جمعها أو صلاة دي جمعتك يي أو وحوي المركب بشارة يي ولود قولي سريسان صبرا أو أمرين المركب عدو كود وديار جروبان مسلمين تنا وحوي أرن كاي فرحان أي أرن كاي كفرحان كذبنا أنت والنبي عليه الصلاة والسلام الديار جروب كشري أي صحابي جليل كهاي سعد بن معاذ لورنشري يينا ذلك يا السيد بن حذير لورنشري أي أصحاب تبع عرانتين وحي كولا هذين دي بهايدين كودا عذي نبي إلهي واد قصبتين أرن كيسي أرن آنا هين باد أفكا كجلسين تلدو الربي مدان هين واد كسعود سيسين أي إلهي كعب صدا كذب من أصحاب ذي رسول كوي مروقو دين وحي سكوار كانين أي قلدامين نبي مركو صوب وحي سقو دري لباد درع اسكادو الحردي كوفيا دي بيرتا هيدن حردي دقال نو الديار قروبي إيينو إلهي دين تيس الدفاع أي وحي كولا رسول كيلهي وانو كدبنا نقرها لنقو الأمر أمرك أرنك واسدة ربطو اعتلاد هذا نقاذننا كذب النبي عليه الصلاة والسلام وحيو جوابي ما ينبغي للنبي إذا لبس لعمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ومبنان النبينا هدوقاته هبك يدرع الدقالك هدوقاته إنو بحيو إلا إساقي يا عدوي سيلهي وكلا حكومة او إلهي مد وحويان مركا وماشا كساره بمعنى إلهي ما عدا وغيسا وهيريو اما حكمتيس اي قالد وقوليستان الا مركا قالد وقوليستان اسا حكمة كترتا او دروس ان قوشا لغا هلين با قولدرها لغا هلين كذبنا النبي عليه الصلاة والسلام وصابحي عيدا كيسينا صدح بو قيبيي قيب مهاجرين تا او هقانتو هقانكو دو ديبي مصعب بن عمير العبدري يا قيب ريا اوسا او انصار تكترسان أو هجان كذا وديبي وسيد بن حضير أو عالم كذا وديبي يقيب ترير خزرج أو عالم كذا وديبي حباب ابن المنذر وديبي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وح وكجيم دي عبد الله ابن أم مكتوم أو أهم مؤذن كير رسولك نن إن دلعناها مركز توم ما قال هذا كبر حيرة مساجد كي الصلاة ويسجد كجتك شري النبي وح والله صباح عيدا تردي سويا هاي كنن وحفر الدولة ين النبي عليه الصلاة والسلام مبوا وذنب وحد فهم يسا لباب قل أفر الدولة يا أي كور تجيا ورجل لقينا يا نك فرد فول كاهرة وأكتشانس بدأ يه إنه دلو نك لقينا يا ويا وكسر ريا لاب كي يورن كاو كوجتيو أي وحوي المركا دلي يا وحنا كنا جند وقت جا فردها يجيل يو هولها إن أرمها الله وطا سكن كذا يدبا بذها يو حويان ما أنت مدافع ليها ولاها علوس يلا جودة قالمو أيا أي كدق نيد لكن أصحاب الرسول قارنكا وأي كمر ناين وحنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يسكوير كقبطي لبدي سعد وسعد بن معاد يسعد بن عبادة أو أه لبدي صحابية كله جامني أوس يخسرج يقو كرنا بين يا بلنقات كي أي النبي عليه الصلاة والسلام كله بلبين بيعة العقبة maalintay magaalada madiina ka soo saaray inay kula hayeen noo kaalay anaga ku difaacayne waxaanay nu dagaalka gudaha ugu tagi doonaa sida ansaartu nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ugu difaacayso waxaad la yaabto oo ku tusinaya sababta nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ansaar u jeclaaday sida wadad ba nabigu wuxuu oran jiray an hubbul ansari min al iman wa buqdaha min al nifaq aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam jacaylka ansaar la jeclaada waxay kamid tahay iimaanka ay kamid tahay dadna nabiga kaleey salaatu wa salaam ansar buu gushaala qisooy farabadan oo ku tusinaya jacaylku nabiga maxamed ansar u qabina insha allah waa ino soo socota nabiyullahi maxamed markuu ciidankiisii magaalada madiina ka soo saaray
ayaa uu istaajiyay isagoo ciidanka kala shaandheeraya kana reebayay ciidan dagaal qaadi kareen waayo dhalinyaro fara badan oo iimaanka lagu tarbiyeeyo caruura oo islaamnimo difaaca diinta la dagaalanka cadawga lagu tarbiyeeyay baa jooga laakiin inaga intaas waa ka inaga maqantay awlaadeena cunida iyo cabida ayuun baa lagu tarbiyeeya iyo shaqaysiga adduunyada wax ka noqo kuwa ugu badan ee wax u taraa waxay baraan inay reer hebel isku cadaw yihiin oo ka dheeraadaan laakiinse awlaadii la tarbiyeen jiray ee islaamnimiyo iimaan col iyo waxa weeyaan cid ay nabad yihiin lagu tarbiyeen jiray maanta way naga dhammaatay allah soo celiyo kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam dad fara badan buu celiyey caruur fara badan oo ay ka mid ahaayeen cabdillaahi ibnu cumar ibnu khadaab usaamata ibnu zayd usayd ibnu dahayr zayd ibnu larqam iyo camar ibnu xasbin iyo abu saciid alkhudri iyo rag badan oo noocaasa oo markii dambe saxaabo waaweyn oo culimaa noqday markuu nabigu dhintay laakiin ghaswatu uxud may qaangaadhin dagaalna may geli kareen laakiin laba saxaabiy oo yaryar oo aan qaangaadhin ayuu nabigu ogolaaday inay dagaalka galaan labadaa saxaabi waxay raafic ibnu khadiij iyo samurata ibnu jundub iyagoo yaryar sababtuna waxay ahayd raafic ibnu khadiij waxa uu ahaa nin leebyahana buu ahaa isagoo yar oo shishkaa la baro waa la diyaariyey si uu cadowga uga hortago kadibna isaga saasaa loo qaaday saxaabiga samuro la yidhaahdaana markuu arkay saxaabigii saaxiibkii ahaayee waxa weeyaan markaa raafic ibnu khadiij oo la qaatay ayuu sayn kari waayo cadhooday markaasuu rasuulkii ilaahayow ninkan anigaa ku xoog weyno markanu dagaalamayna waa lagdaayo lagdinta iyo waxa weeyaan sabaaxaddaan ka aqaana hadduu iga yaqaano ramyiga kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam dee inagu hadday tahay waxaa muu dhegaysteen waa run hor unbaa la odhan lahaa in la qallafiyo tawafiyo adayg baa inagayna dilee laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu isugu yeedho wuxuu yidhi bal waa haysku baxa balena runtahay aan ku arkay kadibna ninkii wuu galo waa nin jihaad arkaye markiiba dhulkuu dhigay kadibna beeru ka dego markaasuu ku yidhi waa hadnay nabari mar haddaad nin wax iska celinayo dadka lagdaya aad tahay waa loo baahanyay nin wax lagdee inakeen buu ku yidhi labadaa saxaabi iyagoo yaryar ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka wuu ogolaaday nabigu wuu socday gabalku wuxuu ugu dhacay habeenkii sabtiyaad markaa jimcuu ka soo baxay magaalada madiina salaadii jimcayatii casarna magaalada waxaa lagu tukaday madiina makhrib iyo cushaayina wuxuu gabalku ugu dhacay buurta uxud iyo magaalada madiina meel u dhexaysuu gabalku ugu dhacay halkaasuu labadaaba ku tukaday habeenkiina nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaasuu beriyey markuu waaga berigiisii dhowaaday ee nabigu uu salaadii subax tukaday ee uu bilaabay inuu dhaqaaqo ayaa dhacda aad iyo aad u layaab badan baa dhacday waa dhacda casharna noqotay caddaysay oo fadeexadaysanay markaa munaafiqiintii ciidanka muslimiinta waxaynu sheegnay waxa ku jira munaafiqiin baa ku jira munaafiqiintana waxay ka yimaadeen oo ka soo bilaabmeen markii muslimiintu ay guulaysteen ghaswatu badrin dadkii mushrikiinta ahaa ee magaalada madiine deganaa meel ay ku hadhaan bay gara waayeen oo islaamnimo ay muujisteen iyagoo weli ka haddaa gaala ninka hogaaminayaana waa cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul sababtu waxa weeyaan nebiga u colaadinayaan oo horeynu soo sheegno wuxuu u arkayay nebi maxamed kursi loo soo waday inuu ka qaaday markii waagu beriyey salaadii la tukadee nebigu damcay inuu ciidankii dhaqaajiyo ayaa ninkaasi waxa uu yidhi annagu dagaalkan geli mayno sababtuna waa maxay waayo nebi maxamed anigoo odaygii reer ansaareeda ayuu taladayda maqli waayey rag dhallinyaraa buu taladooda maqlay oo taladiisa la maqli waayey waa tee waa tuulahaa magaalada madiine dhexdeeda aan ku dagaalanno oo yuu maqlay dhallinyartii yarayd ee quraysheed ee iimaanka lahaayee waxa weeyaan marka xamaasaddu uhaysay cadowga gaalada inay bannaanka iska helaan oo halkaa ilaahay daraaddii ay ugu dagaalamaan raggaasuu maqlay buu ku leeyey sidaa awadeed qof aan annagabana qiimaynayn dala dagaalami mayno meeshanna kolley dee dagaalba kama soo socdo wuu hadhay laakiin xaqiiqadu waxay tahay wuxuu u hadhayaa may ahayn taladaydii baa la maqli waayey waayo taa hadduu hadhayo magaalada madiinaba kamuu soo baxeen xilligan uu hadhayaa waa xilli labadii ciidana isku muuqanayaan oo ciidanka quraysheed ee halkaa soo fadhiyaa way arkayaan wixii dhacdooyin ka dhaca ciidankii muslimiinta way u muuqdaan yoolkiisu waxa weeyaan inay ciidankaasi arkaan ciidanka laxaad kale uu la goostay waayo 300 oo nin ayaa ciidankii kunkahaa uu ka goosanaya yoolkiisu waxa weeyaan inay arkaan in ciidankii ay qaybi ka go'do dhexdooda khilaaf u yimiday taasi markaa ay keentay inay dhiiranaadaan oo ay ku soo dhiiranaadaan ee ciidanku intii hore uu ka yar yahay dhexdooda khilaaf baa ka dhacay in la laayaa markaa way fududday marka horena way idinka yaraayeen waa qodobka labaade muslimiinta iyo asxaabta nebi maxamed la socotana iyaga laftarkoodana inay tushiish ku furaan oo maadaama ciidanka 3 qaybood uu qaybi ay dib u baxday
ina yiraahdaan de maxaynu ku hortagnaa markii horeba intaasaynu ahayno kumbaynu ahayno ciidanka ay la dagaalamayna way nagu saddex laabmayeen imigara ciidanka intaynu ahayn 300 baa la tagay dagaalba ma gali karno in la yiraahdo yoolkiis taas ahayd oo ciidankaana nabiga uu ku soo dhiri galiyo kuwa la socdana uu intu goosan karayo uu ka goosto bale arrinkaasi waabay u xaqiiqowdo 300 munaafiqiintu uu goostay mooyaane laba qabiilo oo loodan jiray waxa weeyaan markaa قبيلنا بنو حارث لورنج رو أوس أي كتر سنيد قبيلنا بنو سلمة لورنج رو خسرة تايت كتر سنيد أي أبكو همية بين النبي كهران أو يرى هذا والله ما يشري ملة تكرى ما عيدا كل حد كلا إن جهرى عيدا كأي نص عننا تريد يسينو جرناني والله ما أنت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده بكر عري جالوت يا عيدا كيس ما أنت تمر ما هينو أي ورن جارين لكن ده أهل إيمان أبي هايرو إلهي بس سجى الله تبارك وتعالى وحول يسقو يجا كور رمية إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحد نبي محمد وضد كوجش كساد ذكر حسوستان حل الله وقع حوض مؤمنين أي سامين قارين مرافقين تي هدو أي فشل مقارين أي كهري قارين لكن مؤمنين ربا يحاينو إله بأولي قوده إله بأت هذا السحن وفتشي كذب نعيدا كاسمي هرين عبد الله بن حرام صحابي لورن شري او دغالكان كو شهاده قادانيا جابر بن عبد الله هنا ابيه يا صحابي جليل اها ايا نيمانكي كدبا تغي اسقو لا حدلي ماركاسا waxa uu ku yiri isagoo marka doonayo inuu marka u sheego waajibka saaran ee laga doonayo inay marka xaqiijiyaan ayaa uu kadaba tagay ilaahay ba tabaaraka wa taala quraankiisa kaga waramay waxa uu nimanka ku laha warkaalayo oo nabiga ilaahay u hiiliya oo nabiga ilaahay hoojinina ciidanka islaamka garabkiina ka bixina way diideen waxa uu ku war bal wax kala ha sameeynin meesha lagu soo duulay waa magaaladiini uu leey bal kaalayo magaaladiinu difaaca oo dadkiinu difaaca oo dadkan aad ka noqoteen waa ansaar idinkuna ansaar baatiin war bal kaalay ilmaadeeradiinu difaaca kadibna way u jawaabi waayeen markaas wuxuu ku yiri ordo iska taga fasayugunillahu ankum nabiyahu ilaahay nabigiisa waa idin ka kaafin doona laydin baahan maayo ordo iska socda إلهي با وحوري وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله تبارك وتعالى وحوري دقال كان الله وحو أكاري سلو أغاذا منافقين وقار نبي محمد كالنتي أي كالهايين يدفع عوذي كبحيا marka ay baxaan ee kaalay dagaalama la yiraahdana waxay oranayaan law na'lamu qitalan latabanaakum war hadan dagaal ognahay waanu idin raaci lahayn meeshan dagaalba kama dhacay waa si ciidanku soo jabaan waxa waa la yiri hum lil kufri yawmaydin aqrabu minhum lil iiman maalinkay hadalka ku hadlayeen gaalnimaday uga dhawaayeen islaamnimaday muujisanayeen gaalnimaday uga dhawaayeen ayaa la tabaaraka wa ta'ala afka waxay kale yihiin waxaan jirin uurkooda ayaa la tabaaraka wa ta'ala leey كذب ناس عبت الرسول كله بيوقع بسمه قال إلى هذا يعني إنه نبت كسي دين عيدا كإن تعلق إنت إن صورة إن قرية إنه يجا دجال ككب لونه أو يجا إنه لدجا لونه يجا يريد ما يهاي ندافر إن جدا إلى هبة تبارك وتعالى إنه كالميني الله نكوى سقو كور ربي وحوري فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا محايد كل عي ee munaafiqiin ilaahay nacay oo jihaadka iyo goobaha shahaadada lagu helayo uu ka cusaday kufriga iyo waxa weeyaan xumaha qalbigooda ku jira aawadeed maxaad laba ugu qaybsamaysan ee aad u leedin qaarna aan la dagaalano qaarna ay leeyeen iska deyno maba ahaba maba istaahilaan ba kuwan aniga ka celiya goobaha jihaadka iyo goobaha shahaadada lagu helayo ma waxa doonaysaan inaad hanuunisan qaar ilaahay u haleeyay oo cid u haleeyay ilaahay haleeyay ma cid ba hanuunin karta waa maya ساس والله تبارك وتعالى مركا والنبي الله محمد يا صحابتيسي ugu sheegay ciidanka intii hadhay ayaa nabi الله محمد عليه الصلاه والسلام uu la dhaqaaqay goobtii baa waxa weeyaan uu la tagay waxa uu diyaariyay qorshihii uu ku difaaci lahaa ciidankiisan tirada iyo tabartaba ka yar ciidankan uu la dagaalamay nabi الله محمد عليه الصلاه والسلام qorshaad iyo aad u cajab badan buu dhajiyay oo qorshahaasi haduu sidiisa u socon lahaa نبي محمد يا صحابتي سا حكت النما يسوع قادين نصر جاي جوشنا يجا يلا لها سيدي بوجو يشنا قران وحوير الله تبارك وتعالى وجو الرمي نبي عليه الصلاة والسلام مركو عيدا كيد ياريه
أيا كتنين أو شيشيهنا أو ليبيهنا أو أصحابتي رسولك أيو عيدا كي كسرح حولي عيدا كاوحا وهقامية وقردقي عبد الله بن جبير بن النعمان اللي رايو أنسارية أو قبيل كأوس اللي راكا سوتشيدا أو بدريا اللي والا كالشرف بديه نينك بدر حاضر ركو موشيرنا صحابت رسولك عليه الصلاة والسلام بلا أمام بيا هيدا أمرك صحابي اللاماني وحالو رنشري إنه بدري نينك بدر بو حاضري أو ركو موشيرو و dagaalkii bedel waa dagaalkii xaq iyo baadil kala ugu kala soocay inagana maxaynu lahaa marka qof la amaanayo waa ST ama waa mujaahido dagaalkii hebel buu ka soo qayb karaa laakiin sa dagaalka qiimaha leh ee lagu kala tagay waa dagaalka iyo muslimiinta kaas aan isku amaara kaas aan sharaf leh laakiin ka kale muslimiina ay suunayso iska dhaafa Soomaaliyo ay suunayso amaan ma laha ninka amaan moodeyna waxa weeyaan isaga habeen ma jirin kontokii saxaabi aya waxa uu saaray buurbu nabiga kaleey salaatu wasalaam saaray buurtaas waxa weeyaan xaga waxa weeyaan marka buuqooyiga ka xigtay goobtii lagu dagaalamay buurtaas markii dambe loo bixiyay jabal ar-rumaat ar-rumaat macnaheedu waa maxay waa nimankii labyahanka ahaa ee kotonka ahaa ee la saaray ayaa magacooda loogu magac daray uu saaray nabiga kaleey salaatu wasalaam halka hadafka meesha uu saarayna uu cadeeyay هذا البي كما دبعانا وكول النبي عليه الصلاه والسلام لكن الله تبارك وتعالى وحي حكمته اي اوليهي عيد علين كرتا ما جرت النبي عليه الصلاه والسلام وحو كيري اسقوا الله هدليه نيمانكا يا اصحابتا رسولك عليه رضوان الله عليهم ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل اليكم وان رايتمونا هزمنا القوم هزمنا القوم ووطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم هذه آد أركتان أنغو وحوية لنا جبيي وميت كيغا أي هادو عنايصو ميشي إنها كسو دقنا إلا أنا نغو عد إذين صدر بكور النبي عليه الصلاة والسلام هذا آد أركتان أنغو قوم كي جبيني وغني ماذا يهان تيدا قرانا إننا هنو إيماننا إلا أنا نغو عد إذين صدر مويانا وهذا وحلقا قد بطاقابا آري چرين أي النبي عليه الصلاة والسلام وكوري لكن سينو شاكي دون نبا وحي دعيبا كدعي دورا كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام عيدا كي سيبو هبيه عيدا كميدك تيسا وحاولي بسحابي قال الان منذر بن العمر عيدا كبيد حديثا وحاولي بسبير بن العوام وحارا عاوني سحابي قال الان مقداد بن الأسود زبير بن العوام يولك وقوين إساق الله درين وحاهاي إنو هرستا قول لده قال لمو عليو عيدا كفردولو إذا هل لبضا بقولة ee Khalid ibn Walid oo hoggaaminaya lagu raadugu ciidankaas lagu gahlayo hor istaag qalbiga ciidankaasayn horaba u soo sheegnay ciidanku maysariya maymaniya qalbi buu leeyeen qalbiga ciidan kara nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa uu istaajiyay saxaabadii saragii ugu geesisana ee ugu haliyeysana ayaa uu istaajiyay ee lagu yaqaanay nafurnimada ragaas uu dhigmay kumanaan ayuu qalbiga yeeyntii hore nabigu kaleey salaatu wasalaam uu istaajiyay waxay ahayd qorshe aad iyo aad iyo aad u xakiima waxaana ahayd khuddo hadii sideeda lagu daayo soo hoynaysa libinta laguna gaarayo hadafka la doonayo nabigu wuxuu mucaskar ka dhigtay meel taaga dhabarkiisana wuxuu dhigay buurta wuxuu koonayaashiisana waxa uu iska dhigay goob kale oo taaga si waxa weeyar hadii ay dhacdo in waxa weeyar ciidanka muslimiintu ay libinta yeeshaan ay u soo qaban karaan cadawgooda hadii ay libinta yeeshaan kufaartuna meel buuro ay dhabar ka saari karaan oo gaashaan ka dhigan karaan oo ay kori karaan gaaladana ku adkaan karta ay waxa weeyaan nabiga kaleey salaatu wasalaam uu helo iyada laftarkeed waxay ku tusinaysaa xusnu siyaasati rasuul kaleey salaatu wasalaam siyaasad waraagii nabiyullaahi maxamed kaleey salaatu wasalaam subaxnimadkii sabtiyeed toddobadii bisha shuwaal ee sanadii saddexaad ee hijriyada nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhameystiray diyaar garowga ciidankiisii u dagaalamayay kalimatu laa ilaaha illallah ee ku dagaalamay waxa weeyaan marka tawxiidka bi idnil mawla waxaynu ka qaadi doonaa baritoole halkaasi inagoo ogaan doona waxa ay kala muteen labadii ciidan ee aan tiraa ahaan isku dhigmayn haddana ku kala tagayay taya ahaan dhinaca tayadii hubka gaalada badnayd iyo tirada dhinaca iimaanka geesinimada sugnaanta iyo hoggaan wanaagana muslimiinta watay waayo nabi maxamed ba kaleey salaatu wasalaam hoggaan u ahaa عب غريبها هو جامية يلك إنه كلا أنا هاي وحويا مركز سيرتنا وحوي إنه أقوم بحدوية لنا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأي نبرنا سيد النبي الله محمد إلهي ودم يستري
oo hadii aanaynu indheheenu aanay ku raaxaysan aragtidiisa nafteenuna aanay ku doogsan agjoogiisa inaynu la noolaano siiradiisi alayhi salaatu wasalaam barannana sifaadkiisi nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaynu mudannahay intaa markaynu isku waarino aynu intaa ku cibaadaysano in ilaahay tabaaraka wa tacaala salaani naga gaadhsiiyo rasuulkiisi qoomkeennana waxa weeyaan uu inoogu sheego sidaa waxa weeyaan isaga sheekeynaya hadhowna aynu shafaacadiisa helno aakhirana aynu deegaankiisa agtiisa waxa weeyaan markaa aynu la degno waayo yoolkaynu ka leenahay taasi weeyaan waxaynu beritoola ka warrami doonaa dhacdooyinka la yaab kale ee waxa weeyaan ka dhici doona fii saaxati lxud dagaalka uxud dhacdooyinka ay samayn doonaan haliyeeyadu asxaabta shuhadadii aynu waayi doonno dhibaatada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo gaadhi doontaa geesinimada uu ku qaabili doono iyo duruusta cajabta badan ee laga baran doono iyo qur-aanka alla tabaaraka wa tacaala uu ku soo dejinayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ina gaadhsiiyo dembigeennana alla uu dhaafo dembiga waalidkeenna uu dhaafo cibaadadana uu inoo fududeeyo bil rabadaan baynu ku jirnaa bishii rabadaan way dhaqaaqdo 16 weeye waa bil khayr badnayd waa bil naarta laysku xoreynayay albaabadu samadu ay furnaayeen albaabadu jannadu ay furnaayeen wixii dembi ay naga dhacay allah inaga dhaafo wixii dembi bisha dhexdeeda inaga dhacay allah ina cafiyo allah inaga dhaafo inta dambena allah inaga dhowro cibaado wixii aynu ka gaabinay allah inoo fududeeyo bisha inta khayrka ku hadhay kuwii kala hadha allah inaga yeelo ilaahay inta naarta lagu xoreeya allah inaga dhigo qof kastaaba meeshuu ka cabanayo ilaahay caafimaada ka siiyo cudurka alla caafimaad ha inoogu bedelo muraadkeennoon macsiya lahayn alla tabaaraka wa tacaala ha ina siiyo muslimka allaha u hiiriyo cizadoodii iyo jamaalkoodii iyo quruxdoodii allaha u soo celiyo walaalaheenna reer falastiin allaha u gargaaro cadowga allaha ka qabto ciidan muslimiina oo waxa weeyaan markaa u gargaara oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu dhowaada allaha u diro ciidamadiisa aanan ogeyn alla tabaaraka wa tacaala ha u gargaaro alla tabaaraka wa tacaala xaqa ha inagu mideeyo dariiqii nebi maxamed alla tabaaraka wa tacaala lugta ha inoo saaro shafaacadiisa alla ha inagu harsaaqo maqaamkiisa alla tabaaraka wa tacaala ha ina istaajiyo deegaankiisana alla tabaaraka wa tacaala mid u dhow allah inaga yeelo wa sala allahu wasalama calaa sayidi lawaliina walaakhiriin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.